نشكر سكان سطيف للبا والدعوة. حقيقة قمنا بحملة في مواقع التواصل الاجتماعي، وكنا متخوفين شوية أنه المواطنين في سطيف ما يلبيوش الدعوة، لأنه المبادرة الأول من نوعها هنا في سطيف كانت 1000 وجبة، والحمد لله وين لباو ناس سطيف جميع النداء اللي جاوا من عين الكبيرة، جاوا من بني فودة، جاوا من بير العرش، من جميع نواحي مدينة سطيف. صافي بليزير ان شاء الله تكون في المبادره، هذه المبادره تكون العام الجاي ان شاء الله، وان شاء الله نديروها في بدايه رمضان باش تكون تكافل يكون اكبر طيله هذا الشهر. اليوم ناس سطيف ثبتوا باللي انهم عائله واحده، وهذا كان شعار هذه المائده.